التحدي والتميز. التحدي هي السمة التي تميزنا. كل يوم تزداد خبراتنا، نتطلع لمزيد من النجاح، نبحث عن القمة، والآن نسعى للمحافظة عليها. أكاديمية الشرطة في قطر وضعت نصب أعينها منذ تأسيسها متطلبات العمل الأمني وتحقيق أعلى المعايير الأكاديمية والتدريبية كمؤسسة معتمدة ذات جودة تعليم عالية. استعداد! استعد! الدفعة الخامسة، استعدوا لرحلة التخرج التي امتدت إلى 4 أعوام. تم استغلال كل ساعة خلالها في التعلم والتدريب، فجاءت الدراسة الأكاديمية متنوعة تلبي متطلبات الكلية وتراعي احتياجات الطالب، ويقوم عليها أساتذة وخبراء متمرسون في العمل الأمني ومتميزون علمياً. فحرصت عمادة الشؤون الأكاديمية على تطوير المناهج بأفكار مستحدثة يستنير بها الطالب وتواكب تطورات العصر. بالإضافة إلى التطبيقات العملية لمحاكاة الواقع عند التخرج. أكاديمية الشرطة تحرص دائماً على مشاركة طلابها في الأحداث والفعاليات التي تنظمها الدولة، فكان لطلابها حضور مميز خلال تنظيم كأس العالم فيفا قطر 2022، ساهم في صقل مهاراتهم وبرهن على جاهزيتهم لتلبية نداء الوطن. إدارة الشؤون الإدارية والمالية سعت إلى توفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن للأكاديمية ريادتها وتحقق لها رسالتها الأمنية الشاملة. إدارة التدريب خططت لتخريج ضباط متميزين مهنياً تلقوا كل أنواع التدريبات الرياضية والميدانية التي جعلت من ميادين التدريب العسكري شاهداً على تطور أداء الطالب وجاهزيته للعمل الميداني بكفاءة واقتدار. الدورات التخصصية هي ما يميز الأكاديمية بين باقي الأكاديميات العسكرية، ولكل دورة تخصصية معاييرها الخاصة وأثرها على الخريجين. دورة الصاعقة، تعلم الطالب من خلالها الصبر والقدرة على التحمل في تدريبات ميدانية متواصلة، اجتاز فيها الصعاب واتخذ القرار وسارع بالاستجابة وتعامل مع مواقف عديدة بشكل بطولي وتحد وفدائية، واستحق أن ينال شرف إتمامها بكفاءة واقتدار. دورة القفز المظلي شكلت تحدياً جديداً للثقة التي يجب أن يتمتع بها خريجو الكلية، فجاءت القفزات الحرة للطلاب على ارتفاعات تجاوزت 5000 متراً تحدياً يقيس قدرة الطالب على التعامل مع الأزمات التي قد تواجهه في مجال عمله مستقبلاً. دورة الغوص
أعدتها الكلية بشكل يقيس العمق الحقيقي لقدرات خريجيها من خلال برنامج متكامل ومكثف لتأهيلهم وإكسابهم المهارات التي يحتاج إليها ميدان العمل عند التخرج. أكاديمية الشرطة القطرية، قادة وخبراء وأساتذة وطلاب أقسموا على الإخلاص لدولة قطر ولأميرها، وقطعوا على أنفسهم عهداً أن يمضوا قدماً نحو العلا بإرادة قوية، وفي قلوبهم استعداد وجاهزية لخدمة الوطن وضمان استقراره.